السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة تيسير لخدمات اللابتوب والأجهزة اللوحية تحييكم، والنهاردة بنقدم لكم عرض جديد من عروض شركة التيسير. بنقدم لكم اللابتوب الخرافة، لابتوب بياخد أعلى تفاصيل لابات في السوق، مع أشيك ديزاين، مع تاتش سكرين، مع إمكانية إنه بينثني 360 درجة. بنقدم لكم النهاردة لابتوب اتش بي اتش بي 14 بافليون اكس 360، اتش بي اكس 360 14. اللابتوب كسر الزيرو تماما، كسر الزيرو تماما. البروسيسور كور اي 7 من الجيل الثامن. الهارد فيه هاردين، هارد 1 تيرا وهارد 256 اس اس دي ام 2. طبعا واحد بيحتفظ بسرعه خارقه، 6 اضعاف الهارد العادي، وواحد تاني عشان تحتفظ بالداتا 1 تيرا. مع كارت فيجا نيفيديا جي فورس ام اكس 250، 2 جيجا ديديكيتد دي دي ار 5 بيرفع لغايه 8 جيجا، ومع رامات 16 دي دي ار 4 وشاشه 14 فول اتش دي مالتي تاتش. الجهاز زي ما قلنا كسر 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 الزيرو، مع ضمان شهرين، ضمان وكيل. الجهاز احنا بنقدمه ب 13300 جنيه، طبعا سعر الجهاز جديد في السوق زي ما احنا شايفين حالا اهو. ده معروض في شركة توبي، بيتعرض ب 17899 جنيه، احنا بنقدمه ب 13300 جنيه. والمفاجأة النهاردة لرواد موقعنا ولمحبو محبي فيديوهاتنا، لو هتعمل لايك للفيديو وتعمل شير للفيديو وتكتب لنا تم في التعليقات، هنبعت لك كوبون خصم 1300 جنيه، يعني هيقف عليك الجهاز ب 12000 جنيه بس بدل من 13300 جنيه. طبعا الكوبون الخصم ده هينتهي بعد 10 ايام بالظبط. عشان تستفاد بالعرض تقدر تعمل لنا زي ما قلنا لايك وتعمل شير وتعمل تعليق بتم، واحنا هنتتبعك ونبعت لك الكوبون، وحضرتك تقدر تعمل الطلب من الموقع وتحط الكوبون، هيوصلك الجهاز ب 12000 جنيه بس. كور اي 7 من الجيل الثامن، هارد 256 ام 2 وهارد 1 تيرا ورامات 16 دي دي ار 4 وكارت فيجا جي فورس نيفيديا ام اكس 250 2 جيجا ديديكيتد، مع شاشه تنساني 360 درجه فول اتش دي 14 بوصه مالتي تاتش. كان معكم عاصم فوزي من شركه تيسير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.